مسؤولين معنيين ما يخرج يشوفوا ما يعرفوا ذا الفلاح المسكين. احنا ما خصناش نظل انا نجري بكواعطين نظل في الاداره نططها في البيبان. انا ما نظلش انا نجمع انا يعني ما عنديش الوقت باه نروح نجري لها نروح لها ندخل عند مسؤول نجمع له ولا انا ما نقول اعطيني شهريه انا ما نقول له دير لي لاخر انا شاول الضو غادي كي داخل غادي يخلصه راه تجي انا اسكو مانيش فاهم هذا ولا شي يقول لك غادي ندعمك نعطيك شجره شجره انا لا تعطيها لي انا ما تعطيني شجره انا دير لي المنشآت دير لي المسالك الطرق غروك انا كي تجيب لي ضو وتمد لي شجره ديفيرونس انا تجيب لي ضو شجره نشريها شجره سهله واحد ابسط واحد يروح يشري لك زوج شجرات خمس شجرات حتى 100 شجره دروك انت تقول لي ندعم فلاح نعطيه شجره شجره اش غادي يدير بها حد كان اللي ما عندهاش حاسي تحطها له تيبس ولا لا يحطها غادي يسقيها يا بسيتينا ولا بالاخر يرفد يديه لا بعلاه ما كاش لاخر بكون ما يكونش الضو وتكون هذو الصوالح ما درت والو